وللحديث أكثر حول تفاصيل هذا المنخفض الجوي والأمطار ينضم إلينا مراسلنا من ديالى حسن الشمري، وينضم إلينا أيضا مصطفى السامرائي من أربيل. أرحب بكما وأبدأ معك حسن. حسن، ضعنا في الأجواء لديك، يعني شهدنا مناطق تغرق بالمياه وطرق مغلقة بالإضافة إلى تعثر الحركة وصعوبتها، ضعنا في صورة ما يجري لديك الآن من تطورات. مساء الخير عليكم وعلى مشاهدينا. ما جرى في محافظة ديالى، هنالك كميات كبيرة سقطت من الأمطار في محافظة ديالى، لا سيما مناطق غرب معقوبة ووسط معقوبة. وسط معقوبة سجل أكثر من 40 ملم في الثانية سقوط هذه الأمطار بكميات كبيرة، ومن ثم منطقة العظيم أكثر من 25 ملم الثانية، وبالإضافة إلى قرى تبة اللي كانت الأكثر تساقط الأمطار بنسبة 50 ملم في الثانية. هذه الأمطار يعني بصراحة كانت هناك كميات كبيرة لم تستطع دائرة المجاري بالآليات المتواجدة لديها بتصريف المياه إلا بعد الساعة الرابعة من عصر اليوم، كون الآليات قليلة، وكانت هناك يعني واغلب الاليات يعني من عام 2013. الحركه في مناطق غرب معقوبه وفي مناطق معقوبه شلت بالكامل يوم امس ولغايه ظهر اليوم. هنالك يعني استياء كبير من مواطني اهالي محافظه ديالى بمشاريع الصرف الصحي ومشاريع مجاري الموجوده في المحافظه. هذه المشاريع متهالكه وهنالك بنى تحتيه متهالكه في محافظه ديالى. اليوم تجد يعني لو كانت هنالك امطار بهذه الغزاره يوم غدا حسب الانواع الجويه ستقطع هذه المناطق، ستنقطع مناطق عن مناطق اخرى بالحركه بسبب موجه امطار وعدم وجود شكرا تصريف لهذه المياه والاستفاده منها في موسم الصيف. شكرا جزيلا لك حسن الشمري مراسل قناه التغيير في ديالى، وانتقل الان الى مصطفى السامرائي الذي ينضم الينا من أربيل. أرحب بك، هل لك أن تضعنا في صورة الأجواء لديك عقب هذا المنخفض الجوي وهذا الهطول المطري الآن؟ نعم، تحية لكم ولجميع المشاهدين. بالتأكيد الاستعدادات ستزال مستمرة هنا في أربيل لموجة مطرية مرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة أو مع بزوغ ساعات الفجر الأولى. فرق الدفاع المدني استنفرت كوادرها ودوائر البلدية والصحة استنفرت جميع الكوادر الموجودة سواء هنا في أربيل أو بقية مدن إقليم كردستان سليمانية دوك. من المتوقع أن يكون هناك منخفض جوي خلال الساعات القليلة المقبلة وأن يبلغ يعني ذروته صباح يوم غد ومع ساعات الفجر الأولى، والتوقعات تشير إلى أن كمية الأمطار ستكون أكثر من 50 ملي لتر لكل متر مكعب في أربيل وكذلك مناطق من محافظة دهوك والسليمانية. بما يتعلق بتعطيل الدوام الرسمي، وزارة التربية هنا في كردستان أولت الدوائر الإدارات المحلية المحافظين ورؤساء الإدارات المستقلة بتعطيل الدوام إذا اقتضى الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصا لمدارس الطلبة الابتدائية والثانوية. نعم. ومن المتوقع أن يكون هناك تعطيل الدوام الرسمي إذا ما شهدت هناك أمطار كثيفة في سواء في أربيل أو بقية مناطق في كردستان. طيب مصطفى، بما أنه تم إعلان حالة الطوارئ والتأهب، هل من خطط استباقية للتحضير لهذا المنخفض الجوي لتجنب يعني ما حدث في باقي محافظات العراق؟ نعم، فرق البلدية وفرق الدفاع المدني استنفرت الكوادر الموجودة هنا في إقليم كردستان. فرق البلدية عملت على تنظيف الكثير من الطرق الرئيسية وأكتاف الطريق وأماكن تصريف المياه الموجودة، المياه الأمطار والخط المطري الموجود في كل المدن والأقضية والنواحي الموجودة في أربيل والسليمانية ودهوك، إضافة إلى أن هناك يعني تخطيط ونشر للمفارز على المناطق الجبلية والمناطق القريبة باتجاه قضاء شقلاء وصولا إلى قضاء سوران وحاج عمران والمناطق الحدودية مع إيران، خشية أن تكون هناك فيضانات ونزول كميات كبيرة من المياه عبر الجبال الموجودة ويعني وجودها بالأودية القريبة من هذه الجبال. هناك استنفار كما ذكرنا، وفرق الدفاع المدني موجودة في كل الشوارع والدوائر أيضا مستنفرة سواء في الدوائر التابعة للمحافظة أو الدوائر التابعة لوزارة الداخلية. نشكرك جزيل الشكر مصطفى السامرائي، كنت معنا من أربيل.